إذن لدينا اليوم درس رقم 46، قياس السعة. التمرين رقم 1 يقول: حول السعات إلى الوحدة المطلوبة. لدينا جدول تحويل، سوف نستعمل جدول التحويل في هذا التمرين. إذن هنا لدينا 4000 سنتيلتر، كم تساوي من اللتر وكم تساوي من ديكالتر؟ إذن نكتب 4000 من السنتيلتر. سنتيلتر 4000 سنتيلتر، كم فيها من، نكتب بالقلم أحسن، كم فيها قلنا من لتر؟ فيها 40، فيها 40، هنا ينتهي اللتر، إذن فيها 40. وكم فيها من الديكالتر كذلك؟ كم فيها من الديكالتر؟ إذن فيها 4، فيها 4. ولدينا 2500 ديسيلتر، كم فيها من الديكالتر وكم فيها من الهكتولتر؟ قلنا 2500 ديسيلتر، 2500 ديسيلتر، إذن ها هي الديسيلتر، سوف نكتب 2500 ديسيلتر. كم فيها من الديكالتر؟ إذن سوف تحبس هنا أو تنتهي هنا عند 25، إذن فيها 25. ثم كم فيها من الهكتولتر؟ هكتولتر فيها 2، فيها 2، إذن فيها 2 أو 2.5 هكتوليتر. ثم لدينا 500 لتر، لدينا 500 لتر، كم فيها من الهكتوليتر؟ لدينا 500 لتر، 500 لتر، هيا 500 لتر، كم فيها من الهكتوليتر؟ الهكتوليتر فيها فقط 5، إذن فيها 5. وكم فيها من الديسيلتر؟ كم فيها من الديسيلتر؟ إذن سوف نتمم الأصفار حتى ينتهي عند الديسيلتر، فيها 5000، 5000، 5000. ثم لدينا 9 هكتوليتر، كم فيها من الديكالتر؟ فيها 90. ثم كم فيها من اللتر؟ فيها 900. نمر إلى السؤال رقم 2، لاحظ المثال ثم أكمل. 9 لتر أو 0.9 هكتوليتر، كم فيها من اللتر؟ فيها 90. إذن 9 لتر كم فيها من الهكتوليتر؟ فيها 0.09. إذن سوف نتأكد، 9 لتر، 9 لتر، واش فيها 0.09 هكتوليتر؟ شوفوا شحال فيها من هكتوليتر. نعم، فيها 0.09، إذن صحيح، إذن صحيح، سوف نصل خطا من 9 لتر إلى 0.0 هكتو لتر. ثم قلنا لدينا 800 ديسيلتر، كم فيها من سنتيلتر؟ فيها 8000، إذن سوف نتأكد، قلنا 800 ديسيلتر، ديسيلتر هو، إذن 800 ديسيلتر، كم فيها من سنتيلتر؟ عفوا، ها هو الديسيلتر، سنكتبو هنا، ها هو الديسيلتر، هنا قلنا 800 ديسيلتر، كم فيها من السنتيلتر؟
سوف نضيف صفرا، أصبح 8000 سنتيلتر. إذن صحيح، إذن هذه عددي. ولدينا 0.03 من المليلتر. كم في هل هي 3 ديسيلتر؟ هل هي 3 ديسيلتر؟ سوف نتأكد. قلنا 0.03 مليلتر. مليلتر صفر. إذن سوف تكون في الخارج 0.03، هنا 0 تكون هنا و 0.3 تكون في خارج الجدول. هل فيها 3 ديسيلتر؟ 3 ديسيلتر. إذن هناك خطأ، إذن سوف نمر. أكمل المتساويات بأعداد عشرية. إذن هذه المتساويات سوف ننجزها. لدينا 2 مللتر زائد 1/2 لتر تساوي 2 لتر زائد. إذن 2 لتر زائد 1/2 يعني 2 لتر زائد 0.5. 1/2 هي 0.5. 2 لتر زائد 0.5 شحال كتساوي؟ إذن 2 زائد 0.5 هي 2.5. ثم لدينا 5 لتر زائد 3/4، وثلاثة على أربعة كم تساوي؟ تساوي 0.75. إذن 3/4 إذا أنجزناها سوف نلقى 0.75، هي 3/4. إذن 5 لتر زائد 0.75 تساوي 5 لتر زائد 0.75 هي 5.75 من اللتر. 7 لتر زائد 4/5، 4/5 تساوي 0.8. إذن لدينا 7 لتر زائد 0.8 تساوي 7.8 من اللتر. 9 لتر، 9 لتر زائد 1/4 يعني 1/4 شنو هي؟ هي 0.25، هي 0.25. واضح؟ إذا لدينا 9 لتر زائد 0.25، عفوا 0.25 لتر تساوي 9/0 هي 9. 9 زائد 0 هي 9.25 لتر. نتابع. اكتب الوحدة المناسبة. اكتب الوحدة المناسبة. 83 ديكالتر كتساوي 830 كتساوي 8.3. إذن سوف نستعمل الجدول. قلنا 83 ديكالتر، هاو الديكالتر. إذن 83 ديكالتر شحال فيها؟ اللي كتساوي 830 شحال ديال الوحدة؟ إذن إلا زدنا عليها الصفر غتولي هنا لتر. إذن هنا الوحدة سوف تكون لتر، تساوي 8.3. إذن 8.3 سوف تكون بالهكتولتر، حيت الفاصلة غتكون هنا. إذن سوف تكون هكتولتر. ثم 85 ديسيلتر، 85.9 كم تساوي؟ أو 859 شحال الوحدة هنا؟ إلا حيدنا لها الفاصلة غتكون هي سنتيلتر. الوحدة هي سنتيلتر، ولا كانت فيها الفاصلة، إلا كانت الفاصلة هنا إذا الوحدة سوف تكون لتر. 0.315، إذا غندوب اللي في الوسط. 3.15 ديسيلتر، 3
ديسيلتر، 3 ديسيلتر، فاصلة 15. شحال الوحدة هنا؟ إلا درنا لها الصفر ودرنا الفاصلة هنا وحيدناها، شحال تكون الوحدة هنا؟ تكون اللتر. ولا حيدنا الفاصلة قاع، حيدناها مرة، حيدنا الفاصلة من هنا وحيدنا الفاصلة من هنا، غتكون هي الميلي لتر. و50 إذا نعمدو بالأخيرة لأن فيها الوحدة، عندنا 0 لتر، 3 لتر، 0 لتر، فاصلة 50، 0 لتر فاصلة 50. إذا إلا بغيناها 500 غتكون بالميلي لتر، ولا بغيناها 50 فقط غتكون بالسنتي لتر. نمر إلى الترتيب. حول كل الاستيعاب إلى اللتر ثم رتبها ترتيبا تزايديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذن هنا 2.7 ديكالتر، كم تساوي من اللتر؟ تساوي 27. عندنا 65.8 ديسيلتر، كتساوي 6.58، لأن الفاصلة تحولات. دي لتر 0.89 هكتو لتر، شحال تساوي؟ 89 لتر. و 300 سنتيلتر تساوي 3 لتر. 742 ميلي لتر، ميلي لتر تساوي 0.742 ميلي لتر أو لتر. 12 ألف ديسيلتر تساوي 1200 لتر. إذا نمر للترتيب. عندنا تزايديا لدينا 1 2 3 4 5 و6، لدينا 6. إذا الأولى هي 0.742، إذا أصغر وحدة هي 0.42، 0.742 هي أصغر وحدة. إذا سوف نكتب بالسعة الأصلية 742 ميلي لتر. ثم تتبعها بالسنتيلتر، 300 سنتيلتر، ثم يتبعها الديسيلتر، 65.8 ديسيلتر، ثم ديكالتر أو لتر، 2.7 ديكالتر، ثم الهكتولتر، 0.89 هكتولتر، ثم الأخيرة هي 1200 ديسي لتر، هي الأخيرة.